بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ومن تحدي الى افراح، ومن افراح الى تحدي، والاهلي يحدد اولوياته ويمضي قدما. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم دائما في لقاء الخميس من ملك وكتابه. هي بالفعل ايام الاهلي تقريبا ما بيلحقش يفرح، زي ما انتم شايفين الاهلي لم يحتفل بعد ببطوله الدوري، ودخل سريعا في غمار التحدي والقرعه ومنحنيات دوري ابطال افريقيا وضبط المؤشر على قلب الاميره يا باشمهندس. وهنا بقى التحدي الاكبر اللي كل الناس شايفه، زي ما بيقولوا اباوت تايم، حان الوقت. الاهلي كان قريبا جدا ان يحقق هذا الامر، عكسته بعض الظروف اهمها التحكيم. انا شايف ان في افريقيا يجب ان يكون الاهلي اقوى من التحكيم حتى يستطيع ان يتحمل مفاجاته السخيفه. السنه دي على الاهلي كل المشاكل يطويها بسرعه ويرميها ورا ظهره ويبدا في التخطيط للاستحواذ على هذا اللقب الذي غاب دون مناسبه عن النادي الاهلي. إذن هي حلقة مهمة جدا في توقيت أيضا في حالة من التداخل بين الأفراح والارتباطات، بين التحديات والمهام. حلقة وعنوانها وحية أهلي وأفراح. وحية أهلي وأفراحه عبد الحليم حافظ في شهر رحيل العندليب الأهلاوي اللي أبدع زي ما بتشوفوا دايما أو في معظم الحلقات في نهايتها، بنسيبكم تستمتعوا بزين النوادي وازاي ابدع عبد الحليم حافظ في الغناء للنادي الاهلي، كلمات الامير عبد الله الفيصل اللي بتمس وجدان الاهلاويه بجد، انه زين النوادي العربيه ومجمع شامل لكل العرب حوله. باشمهندس، دوري ابطال افريقيا لاول مره السنه دي دخل على الطريقه الاوروبيه. كنا دايما وابدا لما اتعمل دور المجموعات من دور ال 16 اعتدنا في السنة اللي فاتت بدايتها في أربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع أندية، أول وتاني بيصعدوا، بين كل مجموعتين بتعمل كروس، أول الأولى مع تاني التانية والتالتة مع الرابعة وهكذا. السنة دي قال لك لا، بعد انتهاء دوري المجموعات في قرعة جديدة. إذا دور الثمانية والدور قبل النهائي بقرعة زي دوري أبطال أوروبا. هياخد بقى الأول والتاني ويعمل قرعة. وأول والتاني الثمانية هتعمل قرعة. انت وحظك بقى، انت وبختك يا معلم. يعني يصعد معاك مثلا الترجي، ممكن تلاقي القرعه جايباك معاه تاني. كده اوقع من ال لا، مفيش حاجه اوقع، هي انظمه. وطالما النظام معلن مسبقا محدش يحتاج. انت داخل على بطوله عارف نظامها زيك زي غيرك. بس اشتغل على كده. طيب، معاك المجموعه فيها الترجي، يمكن المنافس المباشر كامبالا سيتي، طبعا الاوغندي منافس قوي. طبعا الترجي هيخش بتحديات، بتسواني فريق كويس، يعني هيخش بتحديات. هي صعوبه هنا. الترجي يعني نتائجك معاه السنه اللي فاتت عنده دوافع يعني لازم يتعمل حسابها. انما عندك فرقتين من المجهول. بتسواني دي ما تقدرش تقول ان فريق قوي. ده لما تشوف جيلبرتو ساعه ما سحب الاهلي قال اوه الاهلي. يعني جه من بخته حنينه. سحب الاهلي.